السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات رسمت معاكم الرسمة دي، كان في بقع كلور وقع على البنشو ده، ورسمت معاكم الرسمة دي بالخطوات. برضو هسيب لكم اللينك بتاع الرسمة في صندوق الوصف تحت لو حابين تشوفوا الفيديو. في الفيديو ده هقول لكم ازاي بنثبت الوان القماش. ناس كتير جدا بتسألني ازاي نثبت الوان القماش بعد ما نرسم عشان بعد الغسيل ما تطلعش. فانا هوريكم بالظبط الخطوات اللي انا بعملها عشان نضمن ان الوان القماش بتاعتنا والرسمة بتاعتنا ما تطلعش بالغسيل، او بعد مثلا غسلتين تلاتة نلاقيها قشرت او الرسمة طلعت. هنا الوان القماش اللي انا بستخدمها، او اي الوان قماش انتوا هتجيبوها هيبقى مكتوب عليها تعليمات كده اللي هي الاستخدام. من ضمن التعليمات دي كده بيبقى راسم علامة مكوة زي ما انتوا شايفين، وكاتب فوقيها 5 minutes، يعني مفروض ان الالوان دي بتتثبت بالكوي وتتكوي لمدة 5 دقائق لحد ما نتأكد ان كل حاجة في الرسمة جا عليها الحرارة بتاعت المكوة، عشان نتأكد ان هي اتثبتت كويس جدا وبعد ما تتغسل ما تطلعش طبعا من الغسيل. دلوقتي بقى هقول لكم الحاجات اللي هنستخدمها في الكوي، وهوريكم ازاي نكوي. اول حاجة بنعملها بنسيب الرسمة بتاعتنا تنشف لمدة يوم، بحيث تكون مفيهاش حتت مثلا لسه تكون مندية او حتت تكون لسه ما نشفتش، فلازم نتأكد ان اللون نشف خالص، فبنسيبها تنشف على اقل من مهلها. بلاش تستعجلوا عشان خاطر الرسمة بتاعتكم ما تلزقش وانتوا بتكوا. تاني حاجة هنحتاجها، هنحتاج قماشة خفيفة زي دي كده، تكون قماشة قطن وتكون خفيفة، بلاش القماشة تكون تقيلة عشان تخلي الحرارة توصل للرسمة بتاعتنا كويس. تالت حاجة هنحتاج معانا مكوة، مش شرط المكوة تبقى مكوة بخار، عادي مكوة عادية هتفي بالغرض برضو، مفيش مشكلة. هنشغل المكوة على درجة الحرارة اللي هي مكتوب عليها ان هي مناسبة للقطن، دي هتبقى انسب حاجة، بلاش درجة الحرارة تبقى عالية جدا عشان المكوة بتاعتنا كده ممكن تلزق في الرسمة. تالت حاجة بلاش واحنا بنكوي ندوس على الرسمة، الدوسة على الرسمة دي هتسبب ان الرسمة برضو هنلاقيها طلعت من كتر الضغط والسخونية هنلاقيها طلعت، فلازم ايدينا تبقى خفيفة شوية على المكوة واحنا بنكوي، نكوي شوية ونشيل، نكوي شوية ونشيل. زي ما هوريكم دلوقتي انا حكوي بالراحة، مش هدوس على المكوة، وفي نفس الوقت حكوي واشيل عشان الحرارة ما تخليش الرسمة تلزق في القماشة اللي هي هتبقى محطوطة ما بين الرسمة وما بين المكوة. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت القماشة فوق الرسمة كده اهو، لازم تبقى مفرودة عشان نضمن ان المكوة تمشي كويس. وهنبتدي نمشي بالمكوة كده اهو، واحدة واحدة فوق الرسمة، بلاش نضغط بالمكوة جامد، هنكوي كده ونشيل عشان الرسمة ما تلزقش في القماشة. هنبتدي نكوي شوية ونشيل، تمام؟ اخر حاجة بعد الكوي حابة اقولها لكم، اهم حاجة تخلي بالكم ان انتوا الرسمة بتاعتكم بلاش تغسلوها قبل ما يعدي عليها اسبوع او 3 ايام على الاقل. كل ما كان الفترة اللي انتوا استنيتوا عليها في الغسيل اطول كل ما كان احسن. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو حابين تتابعوا فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.